طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تواصل دوت كوم، والبداية مع أبرز العناوين. ومع العنوان الأول، أزمة البصرة تتفاقم وسط إهمال حكومي متعمد. وفي العنوان الثاني، رغم القمع والرصاص الحكومي والاعتقال، أهالي البصرة مستمرون بتظاهراتهم. وفي العنوان الثالث، مستشفيات محافظة البصرة تمتلئ بحالات التسمم جراء المياه المالحة والملوثة. ومن العناوين إلى التفاصيل، ما زالت معاناة أهالي البصرة تتصدر المشهد العراقي بسبب الإهمال الحكومي المتعمد بعدم توفير المياه الصالحة للشرب، حيث نشر الناشط أبو زين العابدين مقطعا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي شرح فيه مأساة أهالي البصرة، وذلك بعد أن توجه مع آخرين من أهالي النجف بشاحنة محملة بالمياه الصالحة للشرب. أبو زين العابدين ذرفت عيناه ألما لما رآه من هول ما وصل إليه أهالي البصرة من مأساة، فنشاهد هذا المقطع. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يعني حزينين، دموعنا حقيقة، دموعنا يعني بألم، تجري بألم. هذا بلد الخير والبصرة العظيمة، عروس الخليج، بلد النهرين، يعني عاصمة الاقتصاد العراقي. هذا الشعب، هاي السياسيين اللي وصلتونا، والله الدمعة بعيني، والله العظيم، يعني هذول من نشوفهم أولادي، يعني حقيقة انصبنا بانهيار، حقيقة بانهيار، يعني حكومة ساقطين سرسرية، شن هذا؟ شن هالحياة هاي؟ والله يعني هاي أمهاتنا تتوسل بينا، تبوس بيادينا على مود بطل ماي. شوفوا والله خجيلين، يعني من المأساة الحقيقية بحياتي يعني قدام إنسان ما باتي، لكن هاي المشاهد يعني مأساة حقيقية بدون ما توصف. هاي أم النهرين بلد سياسيين حايرين بمناصبكم، انتو السادة والمعممين والحكومة، يعني شنو هالكارثة هاي؟ ولكم مليارات يا سفلة يا ساقطين، مليارات، ولكم شنو ذنب هاي الأمهات الأطفال؟ شنو هالمهزلة المأساة؟ ملياراتنا الشرب الخمر، الملاهي بلبنان، واللي يحكي اللي يطلعون مظاهرين يتكتلوا. والله أسوأ حقبتكم من هالوكم، حقبتكم أسوأ من حقبة هالوكم، سوف يلعنكم التاريخ، أعدكم سوف يلعنكم التاريخ. كل السياسيين بعد 2003 سوف يلعنكم التاريخ، سوف يلعنكم التاريخ. شوفوا الشعب العراقي، شوفوا وين وصلتوا، شوفوا وين وصلتوا الكوارث. يعني والله يعني خلينا الباب السيارة بعد ما نقدر نوزع، انهارينا انهارينا. هذول والله يعني من أشوفهم أشوف أطفالي، أما هاي الأمهات أشوفهم أمهاتي أهلي، يعني ما تخجلون، ما أعرف، ماكو إنسانية، إنسانية ذرة إنسانية، إنسانية معدمة ملتهين، اللي وزير خارجية واللي رئيس وزراء، هاي القيادات، هاي العمايم اللي تمثل رسول الله، هاي نهايتها. بيد الشعب، بيد الشعب، خلصوه، خلصونا من هالمأساة هاي، وياكم ماكو عيشة، لو تو لو احنا بالعراق، متنا 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 من عندكم، كافي، جزعنا، ملينا، لو تكتلونا تبيدون الشعب كله، لو تولون، متنا، مأساة، ما تخجلون، خجل ماكو، لأن نهار الأمهات الناس تهين بيكم، لكن خجل ماكو، نعلة الله عليكم، نعلة الله عليكم وعلى عوائلكم. بالفعل ما يجري في البصرة يدمي القلوب، ولغاية اللحظة لم نشاهد أو نسمع أي تحرك حكومي تجاه هذه الكارثة. إلى تفاصيل الخبر الثاني، حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي
مقطعا مصورا يظهر اعتداء القوات الحكومية على المتظاهرين في منفذ الشلامجة في محافظة البصرة، فلنشاهد هذا المقطع. يلا روح 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 يلا روح روح روح. رغم قمع القوات الحكومية للمتظاهرين في محافظة البصرة، إلا أن المتظاهرين مستمرون بتظاهراتهم قرب مجلس محافظة البصرة، فلنتابع هذا المقطع. لا ما تفيدي، بس حتى لو احنا تذلون احنا راح نذل. ثقافة على واحد من هذول جواها ما بكفي جواها علي ما تأذيها مقامار جواها والله يبسلون صار قبيل وذكي وما شاء الله وهو لا يا هزي ما يلحق لا مخاطيك زوج لا سامي في المقطع الثالث يظهر قيام القوات الأمنية بقمع المتظاهرين في البصرة أمام مبنى مجلس المحافظة والاعتداء عليهم بالغازات المسيلة للدموع والهروات، وتعتقل ثلاثة من الناشطين، فلنشاهد هذا المقطع. في قضاء شط العرب وفي ناحية الهارثة وفي مناطق أخرى من محافظة البصرة، قام المتظاهرون بقطع الطرق بالإطارات المحترقة، فلنشاهد هذه المقاطع من البصرة.
الغليان الذي يتصاعد في البصرة يأخذ منحا آخر، وهو اعتداء القوات الحكومية على المتظاهرين في البصرة وإطلاق الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع. فنشاهد هذا المقطع الذي نشره أحد المواقع الإلكترونية في محافظة البصرة. طبعا بدلا من أن ترسل حكومة حيدر العبادي المياه الصالحة للشرب ومحطات تحلية المياه للتخفيف من معاناة أهالي البصرة، إلا أنها أي حكومة حيدر العبادي ترسل تعزيزات أمنية وعسكرية إلى البصرة لقمع التظاهرات في المحافظة. فنشاهد هذا المقطع لوصول تعزيزات أمنية لقوات السوات إلى البصرة وسط هتافات للمتظاهرين: ثورتنا ثورة ثوار، اضرب ناس وافتح نار. فلنشاهد. ثورتنا ثورة ثوار، اضرب ناس وافتح نار. 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 لم يكتفي متظاهرو البصرة بالتظاهر في وضح النهار، بل قاموا كذلك بتظاهرات ليلية. المقطع التالي الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي قرب مجسر التربية وسط محافظة البصرة، فلنشاهد. إلى تفاصيل الخبر الثالث، وكذلك في محافظة البصرة، وهو اكتظاظ مستشفيات البصرة بحالات التسمم جراء المياه المالحة والملوثة. المقطع التالي من مستشفى الفيحاء بالتحديد في البصرة، فنشاهد هذا المقطع. طبعا مباشر مستشفى الفيحاء، المستشفى تغص بالمواطنين كلها حالات تسمم. هذا هاي له تذاكر.
هاي جميع حالات السلام بس غير الأمور. هاي المستشفى كلها حالات تسمم، أغلبية حالات تسمم. وينها عديلة؟ إلى فقرة آراءكم، حيث تم تداول صور لأطفال في البصرة وقد اختنقوا بالغاز المسيل للدموع. هذه الصور أثارت ضجة قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت التعليقات منددة بالقوات الحكومية وبتصرفات حكومة حيدر العبادي تجاه المتظاهرين. اخترنا لكم بعض التعليقات حول هذا الموضوع. في البداية نشاهد الصور أعزائي المشاهدين. هذه صورة لطفل من البصرة، وهذه الطفلة كذلك مختنقة بالغاز المسيل للدموع. هذه الصورة أخرى لطفل كذلك في البصرة. التعليقات. الصحفي المستقل حليم الزيدي قال: هذا الطفل فضح زيفهم، أذلهم، ما أشجعه وما أجبنهم. علي عبد الزهرة قال: انتخابات صاير لها أشهر ولحد الآن ماكو حكومة، لأن إيران وأمريكا ما متفقين، عرفتوا ليش قاطعنا الانتخابات الآن؟ أمجد سعيد كتب: كيف ينظر العالم لطفل يعالج نفسه بعد أن اختنق بالغاز المسيل للدموع لأنه خرج غاضبا وخائفا من أن يموت بالمياه المسممة؟ عادل حمزة قال: هل أصبح الأطفال مندسين يرعبون الحكومة؟ عصام قال: ستبقى هذه الطفلة المندسة بيرقا عاليا نرفعه كل يوم بوجه الظلم. أبو علي القرشي قال: ماذا تترجى من أناس باعوا دينهم لأجل المال والمنصب؟ إلى فقرة هاشتاج. مع تصاعد الغضب في البصرة بسبب الإهمال الحكومي المتعمد بعدم توفير مياه صالحة للشرب، ومع تصاعد اعتداءات القوات الحكومية تجاه المتظاهرين، ناشطون أطلقوا هاشتاج احذروا البصرة، في دلالة لتحذير الحكومة والقوات الحكومية من غضب أهالي البصرة. اخترنا لكم أبرز التغريدات في هذا الهاشتاج. الشموخ يقول: أوقفوا العنف ضد شباب البصرة، لا تقتلوهم مرتين، مرة سلبتم حقوقهم وسممتوا أبدانهم، ومرة أخرى تقتلونهم بالغازات السامة والرصاص الحي. إذا لم تتوقف عمليات العنف سننتفض لنصرة البصرة وأهلها. وائل قال: لا تفاوض ولا هدنة بيننا وبينكم بعد اليوم، وستعلمون من هي البصرة ومن هم رجالها. طيف غرد: الأحزاب اختلفت فيما بينها واتفقوا على قتل أهل البصرة. سين البصري غرد قائلا: يدرك الجميع بأن الاعتقال هنا يعني إحدى اثنتين، التعذيب وإهانة كرامة الإنسان أو الموت أثناء التعذيب، وكلاهما أمر يثير الغضب، فيما نقوله لكم احذروا البصرة. اخترنا لكم في فقرة ما بعد الهاشتاج.
اخترنا لكم في فقرة ما بعد الهاشتاج موهبة من العراق، عنوان لهاشتاج على موقع تويتر لتسليط الضوء على المواهب العراقية للفت الأنظار إلى مواهب العراقيين وإبداعهم. أنفجراف لوكالة يقين جاء بعنوان العراق من الدول التي لا ترعى مواهب أبنائها، فنشاهد هذا المقطع. بالفعل المواهب في العراق لا تلقى أي دعم من قبل الحكومات المتعاقبة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.